بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد وهو المكنة الزراعية واستخدامها لفرد الفيلم البلاستيك في الحقل. استعمال الفيلم البلاستيك في الزراعة ده بيؤدي لحاجات جميلة كتير قوي، بيوفر حاجات كتير. أول حاجة ان هو بيغطي التربة فبيحجب الشمس عن البذور الخاصة بالحشائش اللي ممكن تكون موجودة في الأرض، وبالتالي مش بيطلع حشائش. وبعد كده ما بنحتاجش ان احنا نعمل عزيق او اي حاجة من دي، كل ما يترتب على الحشائش والرش المبيدات بتاعت الحشائش، كل الحاجات دي. الحاجة التانية ان هو بيحافظ على الرطوبة الموجودة في التربة، يعني بيوفر المية. لما بنستخدم الميكنة في الموضوع ده ممكن يعمل كل العمليات الزراعية من فرد الفيلم البلاستيك مع وضع البذور في التربة مع بعض كلهم في عملية واحدة. لاحظ ان عرض الخط قدامنا هنا اربع خطوط في نفس التوقيت. طبعا الكلام ده لو اتعمل يدوي، عندنا في مصر بنعمله يدوي في معظم الاماكن، يعني ما اعرفش الشركات الكبيره ممكن يكون حد بيستخدم اله زي دي، بس الناس اللي بتحب تزرع في الفيلم البلاستيك بتعمله يدوي. طبعا بتكلف كتير قوي، تكلف عملها كتير والموضوع بيبقى صعب قوي. هنا عامل حاجه تانية، مش عامل مصطبه عريضه وبيفرد عليها الفيلم مع تخريم الفيلم في نفس التوقيت. فيها نشوف بعد شوية حاجة تانية، وهي ان احنا بنحط البذور في التربة على الفيلم البلاستيك، يعني بيخرم الفيلم وبحط البذور على طول مباشرة. كل دي طرق حديثة وجميل، مش حديثة قوي، هي يعني حاجة افضل من استخدام العمالة اليدوية. بتوفر حاجات كتير، توفر وقت ومجهود، وتوفر الفلوس اللي ممكن نستخدمها في رش المبيدات بتاعت الحشائش والحاجات دي كلها. الموضوع مش صعب، الموضوع سهل. ده بقى بيحط البذور برضو او التقاوي، الفيلم مفرود قبل كده وهو بيحط فيه البذور بس. طبعا العملية بتتم بسرعة، مش زي العملية اليدوية تماما. يعني هنا الآلة دي متبرمجة انها بتمشي مسافة معينة وبعدين بتنزل الجزء اللي بيزرع التقاوي وترجع يرتفع تاني، ترجع تتحرك تخرج جزء جديد تنزل التقاوي وهكذا. هي متبرمجة على كده. هو بينزل بيتابع موجود تقاوي قد ايه، محتاج ان هو يضيف ولا لا. موضوع شيق جدا طبعا للناس اللي بتحب الزراعة. ولا بنعزق ولا بندفع فلوس للعزيق والكلام ده اللي بيستهلك فلوس كتير ولا حاجة.
وإلى لقاء في فيديو قادم إن شاء الله. أتمنى أشوفكم بخير، وياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي عاملها. السلام عليكم.